تشوفه وتقول نفسك هذا بيج ماك، يمكن تكون صح ويمكن تكون غلطان بعد. الحقيقة هذا بيج ماك اللي هو وما هو. الخبز الطازج نحمصة أكثر، البصل نحضره مع اللحم، وصلصة بيج ماك الشهية تغطيها كلها. كل ده عشان نقدمه لك أسخن أغنى وأطعم. مثل ما قلت لك بيج ماك، لكن ما هو بيج ماك، صار بيج ماك وأكثر. في ماكدونالدز الطعم صار أطعم.